بعد 50 سنة، من أول ما بقى عنده 50 سنة لغاية سن 53 سنة، ماتت السيدة خديجة، فعاش أرمل مش متزوج 3 سنين بدون زواج. ولما راحت له أحد الصحابيات وقالت له أفلا تتزوج يا رسول الله، رأت دموعه وقال لها وهل بعد خديجة من أحد؟ هو أنا صعب علي بعد خديجة؟ عشان كده كان ال3 سنين دول مش سهلين على النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة اللي ماتت فيها السيدة خديجة سماها عام الحزن. راجع معايا كده، 25 سنة أعزب، 25 سنة متزوج من امرأة واحدة، حزين عليها 3 سنين فهو أرمل، سنه كام؟ 53 سنة.